يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. اثناء هذا الفاصل كان في عمليه تخمير بتحصل وتطوير للفكره. أيوة. وكلام رايح جاي كده. وصلتوا لايه بقى في النهايه؟ وصلنا بقى ان احنا هنبدا المسابقه من دلوقتي خلاص. يلا بينا. يلا وخلال الويك اند الناس تشارك معانا. استاذ مصطفى حابب ان هو يطلع اول البوم لاول يعني فايز معانا في 10 الصبح في الاهلي، وهو قرر ان هو يسال سؤال لحضراتكم. السؤال تحب حضرتك تقوله؟ واحد هو سؤال لجماهير النادي الاهلي، متى تم انشاء ملعب مختار التتش وكان اسمه ايه في الاول؟ حلو جدا. واللي هيعرف هيحصل على الالبوم الرسمي للنادي الاهلي والاستيكرات بتاعته. متى كان انشاء الملعب بالظبط بتاع التتش مختار التتش؟ الاسم ده يعني امتى بالظبط اطلق على الملعب؟ صحيح. وكان اسمه ايه قبل كده؟ ممكن تبعتوا لنا من دلوقتي على فكره لغايه اخر دقيقه من حلقه يوم الاحد، صح كده؟ لو في كم كتير بعته ممكن نختار من النهارده، لان احنا قدامنا تقريبا لسه 8 دقايق في الفقرة دي والحلقة كلها. فلو في ناس كتير بعتت فكرك دلوقتي هنختار النهاردة. لو في يعني عدد قليل شارك هنعمل الصحب يوم الحد. فليكن ما يكون. حاجة ممكن نخلي عشان جمهور الأهلي بدل ما هي جايزة نخليها ثلاثة ونفتحها لحد يوم الحد. لا ده يبقى كرم بقى. إيه رأيك؟ إحنا عندنا شغل جمهور الأهلي. يبقى ثلاث فائزين. ثلاث فائزين. ماشي، ده كلام جميل جدا. بنعيد مرة تانية عشان طبعا الوقت. إحنا في دلوقتي ثلاث فائزين هيكونوا معانا بثلاث ألبومات، الألبوم الأهلي الجميل ده اللي إحنا دلوقتي بنعرضه مع حضراتكم. لما جاوبونا على السؤال، معلش حضرتك تعيده تاني. السؤال متى أنشئ استاد مختار التتش وكان اسمه إيه بالظبط؟ قبل كده. متى أنشئ وكان اسمه إيه؟ كان اسمه إيه قبل كده؟ بالظبط كده. ده ابعتوا لنا ممكن من دلوقتي لغاية يوم الأحد، إحنا في حلقة إن شاء الله يوم الأحد في الفقرة الأخيرة هنقول على أسامي الفائزين، وإن شاء الله هتيجوا تشرفونا خلال الأسبوع اللي جاي هنا وتستلموا على الهوا كمان الألبوم بتاعكم. استاذ مصطفى نورت الدنيا، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا وبنتمنى لك التوفيق. سعيد جدا والله بوجودي معاكم، وان شاء الله يعني يبقى في حلقات تانية كمان نتكلم عن الاقسام المختلفه. كابتن هوان.